Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam saya kita tanam na para nasana kepada disyukurkan Allah taala. Salam saya kepada semua umat tanam kan nimba ketika sangat dari keberkahan yang saya kita. Kini kami itu nasak so so setian amana si Zuhai Sandatu kan asal tim saluyut. Beri address Indonesia saat pakawatan Suratul Baqarah kemana cekan muayatan ikawalu pemutru nama saya ikawalu pemusia A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa idh أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
كلما جاء استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلعنة الله على الكافرين